ما تنسى انت معزوم اليوم على الحفلة. ها حفلة شو؟ ليش كمان انت بتحتفل؟ ايه بس حفلاتي غير شكل دكتور. حابب تحضر معنا حفلة حد الردة تبع واحد من اتباعي. شو يعني حد الردة؟ هاد يا سيدي، لما واحد من اتباعي يتركني بنعمل له حد الردة، يعني بنعمل له اللازم دكتور. شو يعني؟ بتعاقبوه؟ لا، نقصف له رقبته. العمى شو انك دموي؟ شو اجبك مش مأز هيك دكتور؟ يا عمي اسلام، اترك الناس بحالها، تعبت شو ما بدها. شو انت الله حاطك رقيب على الناس؟ ما بيصير دكتور، ما بيصير. شو مفكر الشغلة شوربة؟ يا سيدي، القرآن الكريم والسنة المطهرة اتنيناتهم أكدوا على وجوب قتل المرتد. يقول هناك من ينكر حد الردة الآن. نقول حد الردة كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال من بدل دينه فاقتلوه، وظل كذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في عهد أبي بكر الصديق قتل من ادعوا النبوة وهم مرتدون، وفي عهد علي رضي الله عنه قتل السبئية الذين قالوا له أنت الله، بل وأحرقهم بالنار. في عهد علي ما زال الحكم مستمرا، فما الذي نسخه بعد ذلك؟ هذا غير صحيح أبدا. طيب ضروري القتل يعني؟ بلكي الزلمة استعجل شوي وبده يتراجع. إيه والله يا دكتور، مالك عندي إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم قلبه طيب وما بيحب يأذي حدا يا أخي، مشان هيك نعطي المرتد 3 أيام يراجع عقله. إذا تاب كان الله يحب التوابين، وإذا ما تاب بيموت موت الخائنين. المرتد وجزاءه القتل في جميع الحالات، جزاءه القتل ولا إزاي؟ إحنا عايزين نقول للأستاذ نبيل، أولاً القتل ده مسؤولية ولي الأمر، مش مسؤوليتي ولا مسؤوليتك. ولي الأمر هو الذي يستدعي المرتد أو القاضي يستدعيه، لأنه ده نائب عن ولي الأمر، وحقق معاه ويديله فرصة للتوبة 3 أيام يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يتب الإمام أبو حنيفة قال مفيش قتل خالص، إذا أنه محبوس لحد ما يموت أو يتوب. وغيره من الأئمة قالوا يقتل لأنه خلاص امتنع عن العودة إلى الإسلام، فيقتل كفرا أو يقتل حدا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإذا ما تابوا دكتور شو العمل؟ واضحة مو هيك؟ يا لطيف. إيه بس وينك دكتور؟ النسوان المرتدات البعض بيستحسن قتلهم، والبعض يستحسن إنه نسجنهم بالبيت للأبد لحد ما يتوبوا. شايف الرأفة بالجنس اللطيف دكتور؟ يا لطيف من لا رأفة، يصدقني الموت أفضل من السجن. والله القلوب عند بعضها دكتور، بتصدق إنه أنا كمان هاد رأيي؟ إيه والله يا دكتور، الأحسن يموتوا يا أخي.